مره حجز وقفني على اليمين قال لي اعطيني سلاحك، قام شلت له مقدح ومفتاح 13 والطاقه الشمسيه، قلت له انا هذا سلاحي. الساعة 6-7 عتمة الكهرباء، عتمة الدنيا يعني. تيجي لهون على الحارة على المنطقة ظلام ما فيك بتتفشكل. هلا نحن من بعدها لهالشغلة هلا صرت العالم كلياتها يعني على البرندة، بتطلع على البرندة بتشوف الشارع كلياته مضوي. نحن بحاجة هيك مشاريع تفوت على الشوارع الفقيرة هيدي، وكثير منيحة الإدارة هيك. طيب عليها طيب شو هيدا له؟ عم تفرج عليه شفت طيب. أعطيني أنت المشكو هذا ما تطلع. يا زلمة. أحلى دكة على النار. انا والشباب كثير ممتاز يعني، عم بتفاهموا عليهم، عم بتفاهم معهم هيك بنشتغل، لا ما هيك بنشتغل، هيك في تعاون يعني. لا بس منيح هناك، منيح بعد ما ركبنا هوليك اللمبات جاهزين لهون، تعلمت منهم كذا شغله جداد، صار بده ييني على طول شغلني معهم. هالأضوية على الطاقة الشمسية ركبوها شباب من جبل محسن وبتباني إيد بإيد مع الجيش اللبناني، حتى كمان نقربهم على بعض ونفيد المنطقة بنفس الوقت يلي لفترة طويلة ما بتحس حالها بأمان لأنه الشوارع كلها مطفية بالليل. ما عاد في شكل على الشمس، الفرق شاسع صار. كلياتنا إيد واحدة بالنهاية، كلياتنا أولاد منطقة، ما فيك تفرق بين هيدا وهيدا يعني بالنهاية. الله ينور طريقكم، اللي عم تعملوه هذا عمل انساني، هذا فيه الاجر والثواب.